مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الزعيم تبون أقوى شخصية قيادية في سنة 2023 حسب تصويت الشعوب العربية، متفوقاً على كبار الشخصيات العربية الوازنة. لكن قبل أن نبدأ، وإذا كنت فخوراً بما تفعله الدولة الجزائرية، اضغط على زر إعجاب لهذا الفيديو وأثبت أنك جزائري وتحب الجيش الوطني الشعبي. أجرى موقع روسيا بالعربية اليوم استطلاع الرأي لاختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً لعام 2023، وفي خرجة غير مسبوقة صوت الشعوب 23 العربية على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كأكثر شخصية قيادية عربية أكثر تأثيراً لهذا العام في سابقة من نوعها في تاريخ الرؤساء الجزائريين، ولم يسبق لأي رئيس جزائري أن صوتت عليه الشعوب العربية كاملة كما فعلت الآن مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي سينال لقب الزعيم العربي بامتياز وبجدارة واستحقاق، عكس السنوات العجاف الماضية التي كانت دائما من نصيب رؤساء الدول الخليجية. وهذا في التصويت السنوي الذي يجريه موقع روسيا اليوم، حيث قال الموقع إنه بحكم الظروف المتوترة التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار زعماء العرب للتنافس على لقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً لهذا العام. وقبل نهاية العام لابد أن نعرف هذه الشخصية العربية البارزة، لذلك قمنا باستفتاء الرأي السنوي الذي شاركت فيه جل شعوب الدول العربية، والرئيس عبد المجيد تبون هو المختار ليكون أفضل شخصية عربية قيادية مؤثرة لهذا العام، متفوقاً على ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر والرئيس المصري وغيرهم من الأسماء البارزة بفارق شاسع من الأصوات، وذلك بعد اختياره من طرف الشعوب العربية التي كانت لها الحرية الكاملة في الاختيار والتصويت. وفي نظركم ما سبب هذه الشعبية الكبيرة التي يحظى به الزعيم تبون من الشعوب العربية؟